السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد العزيز حسن من موقع خدمات دوت كوم. هنبدأ نكمل سلسلة دروس ريل تايم شات. عايزين لما ندوس على الزرار ده يخرجنا بره اليوزر ليست ونروح على الليستة بتاعة الشانلز أو الرومز بتاعتي، ولما ادوس على الروم ترجعني تاني هنا. طيب الكلام ده بسيط جدا جدا. أول حاجة هروح على الهوم بريد دوت بي اتش بي، وأجي هنا على الزرار اللي هو بيعمل لي باك، واقول له هنا اون كليك انفذ الفانكشن اسمها باك. طيب تعال نروح نبرمج الفانكشن اسمها باك دي. اقول له هنا فانكشن باك، تعال بس الاول نطلع فوق كده، وتعالوا نقول له هنا ان في حاجه اسمها بيبول، دي هتساوي الاي دي اللي اسمه بيبول. الاي دي اللي اسمه بيبول ده اللي هي الليست اللي بيظهر فيها الاعضاء بالشكل ده. وهعمل اي دي تاني اسمه روم، او هعمل متغير تاني اسمه رومز. متغير اسمه رومز ده الاي دي اللي اسمه رومز. طبعا الرومز ده الليسته بتاعت الرومات، والبيبل ده الليسته بتاعت الاعضاء يعني. فانا ممكن دلوقتي البيبل دي اعوضها هنا، هنلاقي احنا هنا مستخدمين الاي دي بتاع بيبل، احطها هنا بيبل بالشكل ده. وهلاقي تحت هنا مثلا الرومز اهي، هقول له خليها رومز بالشكل. طيب هاجي هنا بقى في الباك، اقول هنا اول حاجه لما تدوس على الزرار روح لي على البيبل دوت، واعمل لي هايد ليها، اخفي لي الليست بتاعت الاعضاء. وروح لي على الرومز دوت شو، واظهر لي الشو او الرومز الليست بتاعت الرومز. وبعدين هات لي جيت اول تشانلز، هات لي كل القنوات عشان تبقى محدثين القنوات بتاعتي. طبعا كده كده القنوات اصلا موجوده عندي، تمام، بس انا دلوقتي عايز اجيب القنوات وبعد كده اظهر، يعني اجيب القنوات وبعد كده اعمل لي شو. تمام، تعال نعمل ريفرش ونشوف الدنيا فين. ريفرش هنا، ريفرش هنا كمان. تمام، بص بقى مجرد ما هدوس هنا على اللينك ده المفروض محمد هيخرج من هنا، المفروض محمد يخرج بس هو ما خرجش، تمام، بس انا كده خرجت وظهرت هنا. لما ادوس هنا على البابليك المفروض اخش بقى هنا، تمام. طبعا في مشكلتين هنا عندي. مشكله لما انا ادوس هنا، يعني لما انا ارجع، تعال بس لما فش هنا اوضح لكم الفكره. اول مشكله لما انا ادوس هنا المفروض محمد يبقى اوف لاين هنا، ما يبانليش ان هو اون لاين، تمام. تاني مشكله لما انا ارجع هنا، تمام، المفروض يظهر لي الاعضاء بقى. هنا ما ظهرليش اعضاء، هنا لسه واقف في الاتشار، تمام. فانا عايز ارجع بقى هنا. اول حاجه هعملها ان انا عايز لما اللهم صل على محمد، لما ادوس باك عايز اقفل السوكت بتاعي. فانا اول حاجه هعملها هنا نقول اس ال اس دوت سوكت دوت كلوز. فبالتالي مجرد ما هدوس باك محمد هيخرج على طول. يعني بصوا، طب بس نعمل ريفرش هنا، نعمل ريفرش هنا كمان. بص مجرد ما هدوس باك، مجرد ما هدوس باك محمد خارج خلاص بقى اوف لاين، تمام. نبدا نحل المشكله الثانيه، لما اجي ارجع هنا محمد هيخش هنا بس انا مش هشوف حد هنا اون لاين، فانا لازم اخفي ساعتها، اخفي هنا الرومز واظهر البيبل، تمام. فانا هاجي هنا بقى في الجزء اللي هو بتاع جو تو روم، واقول له اتاكد لي ان البيبل شو. بعد ما تعمل اللوجيك اتاكد لي ان البيبل شو، تمام، و اتاكد لي ان الرومز هايد برضه بالشكل ده. تعال نعمل ريفرش ونتشيك الدنيا فيها كده. نعمل ريفرش الأول، تعال نعمل ريفرش في جوجل كروم. تمام، محمد ده هيخرج من هنا، بصوا خرج اهو، خرج خلاص وبقى فعلا البابليك فيها واحد بس اللي هو ادمن. مجرد ما اخش تاني محمد دخل فعلا اهو، ومحمد دخل هنا كمان. تعال نجرب تاني، انا خرجت هنا اهو، تعال نخش على فيو جي اس مثلا. هنا في مشكلة تاني بقى. المشكلة باختصار بتتلخص في التالي، لو أنا جيت خرجت من هنا
خلاص انا خرجت من هنا والدنيا تمام. جيت دخلت على تشانل تانية، هلاقي ان محمد وادمن هنا، رغم ان الادمن ده المفروض جوه بابليك، انما انا هنا في فيو جي اس. طيب المشكله دي سببها ايه؟ المشكله دي بكل اختصار سببها ان انا لما بروح اقول لستريم لاب هات لي كل الاعضاء، تعالوا هنا هنروح على اللوجيك، الداله اللي هي اسمها اس ال يو جيت اول يوزر. الداله دي لما انت بتديها لها بالاسلوب ده، مجرد بارامتر واحد لليو ار ال وبارامتر تاني كول باك فانكشن، هي بترجع لك بكل الاعضاء اللي مسجلين على الابلكيشن. بمعنى ايه؟ يعني انا دلوقتي هي الداله بتعمل ايه؟ طالما انا هنا كاتبها بالاسلوب ده اللي هو مجرد يو ار ال وبعد كده فانكشن عاديه، تمام؟ بتعمل ايه؟ بتروح على الابلكيشن بتاعك، بتروح على ستيم لاب هنا على اليوزرز بتاعتك. طيب الابلكيشن ده فيه كام عضو؟ فلو عملت ريفرش هنا هتلاقي فيه عضوين اللي هو محمد وادمن، صح؟ والاثنين اونلاين، فبتجيبهم لك الاثنين. طب انا مش عايز كده، انا عايزها تجيب لي الاعضاء على حسب التشانل، فانا لازم هنا امرر المتغيرات تاني بقى. اول متغير هقول له انا عايز كام عضو؟ انا عايز 30 عضو اللي هو الليمت، والاوفست عايز ابدا منين، واخر بارامتر بتاخده التشانل، التشانل اللي انا عايز اجيب منها اونلاين. فانا هنا عندي التشانل هيبقى امررها فوق، فانا اقول له هات لي التشانل بالشكل ده. لو انا واقف على التشانل اللي اسمها فيو جي اس، هات لي الاعضاء اللي هم اونلاين على فيو جي اس. لو واقف على التشانل اللي اسمها بابليك، هات لي الاعضاء اللي اسمهم بابليك، على التشانل اسمها بابليك. تمام، فتعالوا نعمل ريفرش ونتشيك كده اذا كان الكلام ده صح ولا لا. نعمل دلوقتي ريفرش، اجي نعمل ريفرش. تمام، طبيعي جدا. اوكي، مجرد ما اخرج انا من هنا انا فصلت كده من هنا، بقيت فعلا في البابليك وهنا اختفى والكلام ده. خش على فيو جي اس، فعلا محمد بس اللي موجود هنا. تمام، اخرج تاني، خش على بابليك، محمد عدم، اخرج تاني، دخلت على فيو جي اس. بص هو هنا موجود بس اختفى. اختفى ليه؟ لان انا المفروض دلوقتي هنا تحت مش هعمل هايد بس، هعمل هايد وكمان هخفي او هخلي ال HTML بتاع الاوف لاين فاضي، بحيث ان هو يبقى فاضي من الاول اصلا. تمام، تعال نتشيك كده، ما يستناش لما يجيب وبعد كده يخفي يعني. تعال نتشيك مره اخيره، هعمل ريفرش من الاول وهاجي نعمل ريفرش مره ثانيه. تعال نتشيك بقى الوضع عامل ازاي دلوقتي. فعلا محمد خرج ودخل اهو، فصار خرجت من هنا، المفروض اختفي من هنا، رحت على الفي جي اس، زي ما انتم شايفين مفيش حاجه، هيظهر لي محمد بس. تمام، مش زي الاول كان محمد وادمن وبعد كده بيختفي الادمن، لا محمد بس اللي ظهر على طول. طب تعال نخرج، خش على البابليك اللي محمد فيها اللي ادمن فيها. طيب تعال نخرج من هنا وروح على الجافا سكريبت. تمام، هروح هنا على تعال مثلا نروح هنا على الادمن اوتو باك، وهروح انا اخش على الجافا سكريبت مع محمد. تمام كده، فاصبح الموضوع شغال بشكل كويس جدا. تمام، اشوفكم بقى الدرس الجاي ونشوف هنعمل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.